بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج السوليد وورك. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد تمرين جديد، والتمرين بتاعنا عباره عن ايزومتريك او عباره عن منظور. الابعاد بتاعته كانت كلها عباره عن او الطول بتاعه كان عباره عن 176 زائد 30، ده الطول بتاعك، والعرض بتاعك كله كان عباره عن 100 في 10، واقصى ارتفاع للجسم بتاعك كان عباره عن 126. عندك توب هنا قيمته 27 مم، بيبعد بمسافه او السنتر لاين بتاعه عباره عن ارتفاع 27، وهو بيبعد مسافه ثانيه عباره عن 27 عشان يبدا يجيب نقطه المركز بتاعه. الجسم بتاعنا ده عشان نبدا نرسمه على برنامج السوليد وورك لازم تختار المستوى اللي انت هتبدا ترسم عليه في حاله ال 2 دي، وتشوف الشكل المناسب في حاله ال 2 دي لان هتبدا تحوله لحاله ال 3 دي. فبالنسبه لنا نقدر نختار بقى الشكل المناسب اللي احنا نبدا نرسم عليه، هو ممكن نختار على شكل الكروس سيكشن ده، ناخد المسقط الراسي ده ونبدا نعمل له امر اكسترود، وبعدين نبدا نزود الجزء ده، او تقدر ترسم الشكل كله بعدين تقطع الحته دي وتقطع الحته دي و تبدا تعمل التوب. ده التفكير بتاع المساله بتاعتنا. يعني احنا هنبدا نعمل ايه؟ هنبدا نختار امر لاين ونبدا نمشي مجموعه من الخطوط دي ونرسم الشكل اللي قدامنا ده، وبعدين نبدا نديلها الابعاد ونبدا نعمل امر اكسترود. تعال نطبق الكلام ده عشان ما نضيعش وقت في الكلام ونروح ننفذ على طول الموديل بتاعنا. اول حاجه بختار البارت وبختار المستوى. المستوى بالنسبه لي الفرونت، ده هو ده بالنسبه لي، هو ده الشكل المناسب. اول حاجه هبدا اطلع بمسافه معينه كده، وبعدين ابدا اتحرك وانزل بخط ميل، وبعدين انزل للجزء ده. تعال نبص بقى كده على الشكل بتاعنا. تقريبا حطينا الشكل بتاعنا في الصوره دي، ده الشكل اللي احنا بدانا نرسمه. تعال نديله الابعاد، قال لك ان المسافه دي كلها عباره عن 176 والارتفاع ده كله عباره عن 27 و27 و18 وارتفاع لغايه الارض 4.5. تعال نمسك حاجه حاجه ونبدا نحط لها الابعاد. بالنسبه لي الطول كله 176، يبقى انا هقدر اقول له الدايمنشن من هنا لحد الجزء ده عبارة عن 176، والارتفاع من هنا لحد الجزء ده كان عبارة عن 54، وبعد كده عند الستنس كان عباره عن 27 و18، المسافه دي عباره عن 27 والجزء ده كان عباره عن 18، والبعد ده والبعد ده متساويين، والمسافة من هنا لغاية هنا كانت عبارة عن 140، وبعد كده محتاج مني أعمل إيه؟ أبدأ أشوف المسافة من هنا لحد المسافة دي كانت عبارة عن كام؟ عبارة عن 27، وبعدين أقول الخط ده مع الخط ده
عبارة عن vertical، الاثنين على نفس الخط، وبعد كده هبدأ أعمل خط لخط عمل كده عشان أبدأ أقيس الزاوية بتاعتي. الخط ده عبارة عن هوريزونتال، وبعدين أبدأ أقيس الزاوية من هنا لحد هنا، كانت عبارة عن 45. والارتفاع بتاعي ده كان عبارة عن كام؟ الارتفاع ده واصل لغاية الخط ده، يعني انت عندك البعد ده، تبدأ تشوف بقى البعد ده قد ايه. من هنا لحد هنا 126. وبكده يبقى انت عرفت الشكل بتاعك كله. تعال نبص كده نشوف لو احنا عندنا اي بعد ناقص تاني. بعد كده ابدا اروح اعمل امر اكسترود واديله بقى المسافه. تعالى نديله بس الجزء ده ونعكس الاتجاه، وعاوزين القوه بتاعته كانت عباره عن كام؟ عباره عن 110. بدا يرسم لنا الشكل بالصوره اللي قدامنا دي. هقول انا عايز ابدا ارسم بقى ايه؟ انا عاوز ارسم الجزء ده، يبقى انا محتاج ان انا ارسم على المستوى اللي ورا ده وارسم له شكل الكروس سيكشن ده. يبقى انا لو جيت اختار الفرونت، لا مش هينفعني الفرونت في الجزء ده، لازم اختار المستوى اللي ورا ده واقول له انا عايز اعمل عليه سكتش وابدا اعمل نورمال تو. طيب الشكل بتاعي عامل ازاي؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن 30 والزاوية من هنا لحد هنا هي عبارة عن 45. وتعالى نبص بقى على شكل المنظور عشان بس يبقى متخيل اللي انت هتبدأ تبني الجزء ده. بيتحرك بمسافة كام؟ 47، أو هتبدأ تبني في الطول اللي هو عبارة عن 47. أعكس الاتجاه وأبدأ أعمل علامة صح. بقيت راسم الشكل بتاعي بالصورة اللي قدامي. كل اللي محتاجه بقى اللي انا اعمل ايه؟ هيبقى محتاج ان انا ابدا اعمل التق، اختار المستوى اللي هبدا ارسم عليه. فانا بالنسبه لي ارسم على السكتش ده واعمل سكتش، وبعدين اعمل نورمال 2، وبعدين ارسم دايره. ادي الدايره بتاعتك الابعاد سواء للقطر عباره عن 27، والمسافه من هنا لحد هنا كانت عبارة عن 27، والمسافة من الخط ده
للخط ده كانت عبارة عن كام؟ عبارة عن 27. كده عرفت الأبعاد بتاعت الدايرة. تعالى بقى نبدأ نعمل التوب بتاعنا، أو نبدأ نختار أمر اكسترود كات، ونبدأ نقطع بالمسافة أو لغاية بقى ثرو أول، وناخد القيمة بتاعتك اللي هي عبارة عن كام؟ لي أو التوب بتاعك هيكون عبارة عن جسم مفرغ. وتعالى نبدأ نعمل علامة صح. احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهاردة، وإن شاء الله نلتقي في تمارين أخرى.